هاي آخر تسديدة كما نشاهد القروي، آخر محاولة، ثم هذا التدخل الموفق من الحارس سليمان. رشيد محمدات بالعودة إلى الشوط الأول، نقدر نقول نتيجة منطقية. نعم النتيجة فعلا منطقية لكلا الفريقين، يعني صراحة فريق وفاق سطيف حاول منذ البداية الوصول بأقصى سرعة، وخطأه أعتقد أنه حاول بأقصى سرعة الوصول، وبالتالي هناك نوع من التسرع في محاولته للوصول إلى مرمى فريق وفاق سطيف، واعتمد بشكل مكثف على القذفات من بعيد، يعني أكثر من 9 قذفات كما نشاهد في هذه اللقطة. نعم الآن أكثر من 9 قذفات نحو المرمى، ولكن كانت كلها خاطئة. بينما على العكس من ذلك فريق اتحاد الحراش كان الأفضل من الناحية النفسية، هناك أريحية كبيرة لدى لاعبيه فرديا وجماعيا، واستطاع أن يمتص في البداية حرارة لعب فريق وفاق سطيف، وكذلك أن ينظم اللعب وبرزانة كبيرة جدا، وكاد أن يصل إلى مرمى فريق وفاق سطيف في أكثر من 3 فرص بعد 10 دقائق.